السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. هنبدأ إن شاء الله في شرح الفي لانز. النهاردة بإذن الله هناخد في لانز ريفولوشن بارت 1، والفيديو اللي بعده طبعا هيكون بارت 2، بحيث إن احنا في الفيديوهين دول نلم الجزئيات أو التفصيلات النظرية الخاصة بالفي لانز. طيب بإذن الله سبحانه وتعالى، أول حاجة هناخدها في المحاضرة النهاردة في لانز كونسبتس أند أدفانتجز. هنشرح الفي لان أصلا معناه إيه، بعض الكونسبتس الموجوده في الفيلان، والمميزات اللي قدمها الفيلان تكنولوجي، الفيلان ترانكينج تونلز. هناخد المفهوم الترانكينج في الفيلانز، وهناخد هنحل بقى ايه التشالنجينج تيست. بصوا يا شباب، مبدئيا احنا كنا بنقول ان عندنا حاجه اسمها كوليجن دومين والبرودكاست دومين. البرودكاست دومين كنا بنقول ان كل بورت من الراوتر بيمثل برودكاست دومين. وتعريف البرودكاست دومين هو الاريا اللي لو بي سي بعت فيها رساله برودكاست دخلت من بورت في سويتش، هتطلع من كل البورتس الموجوده في سويتش، او من الاخر هي الاريا اللي يقدر لو انا بعت فيها برودكاست تقدر تنتشر فيه حدود هذه الاريا. الراوتر بيمثل ليه البورت بتاعه برودكاست دومين، لان بمنتهى البساطه البرودكاست لما تيجي توصل الى بورت الراوتر، الراوتر مش بيعديها للبورتس الاخرى، يعني مش هتوصل للبورت ده، تمام؟ فبالتالي انا اقدر اقول ان البورت ده يعتبر او الدخله دي تعتبر كبرودكاست دومين، لان حدودها بتنتهي عند الراوتر، انا خلاص حددت الاريا بتاعتي. وكذلك برضو الناحيه دي برضو تعتبر برضو برودكاست دومين. طيب كلام جميل جدا، ده بمنتهى البساطه كده باختصار ايه تعريف الايه البرودكاست دومين. لو انت عندك مشكله في تعريف البرودكاست دومين او الكولاجن دومين، ارجع لشرح البرودكاست دومين والكولاجن دومين في سويتشنج فاندمنتالز بارت 1. طيب كلام جميل جدا، فاول حاجه احنا عايزين نتفق ان الراوتر كان سيجمنت البرودكاست دومين انتو مالتيبل وانس. ان انا دلوقتي اقدر بفرض، يعني لو انا عندي مثلا هنا سويتشين، السويتشين دول واصلين ببعض، اكيد السويتش اصلا بيمثل بحد ذاته برودكاست دومين، يعني كل السويتشات دي كلها مرميه في نفس البرودكاست دومين. لو انا عايز اعمل سيجمنتيشن اقسم البرودكاست دومين دي لتو برودكاست دومين، فبالتالي انا هوصل هحط راوتر في النص ما بينهم، لان الراوتر هنا هيفصل البرودكاست اريا، يعني انتشار البرودكاست في هذه الناحيه هيفصلها عن هذه الناحيه، بيبقى كده عندي تو برودكاست دومين. ده مع ده تفسير اول جمله اللي هو الراوتر كان السيجمنت برودكاست domain into multiple ones. كلام جميل جدا. ايه هي بقى الفيلان؟ الفيلان يا جماعه دي اختصار ل virtual local area network. تعالوا نفتح الوايت شيت كده ونشرح كده ايه الموضوع باستفاضه اكبر. بصوا يا شباب، ظهر عندي مشكله ان انا دلوقتي لو انا موصل عندي الراوتر و موصل بقى سويتش، والسويتش مثلا ده موصله بسويتش وموصل هنا بسويتش مثلا، لو وصلت السويتشين دول ببعض وحطيت شويه اجهزه هنا شويه اجهزه هنا، حطيت الاي بي فون، حطيت مثلا يعني كل بوينت من دي قد تكون سيرفرز، كل بوينت من دي قد تكون بي سيز، ممكن تكون برينترز، ممكن تكون ايفونز، ممكن تكون ايه فونز، تمام؟ يعني قد تكون الاند بوينتس او الاند نودز دي حاجه من الايه الاربعه دول. ظهرت مشكله عندي، وان هي زحمه البرودكاست دومين، ان كل يعني كل ما بكبر عدد الاجهزه دي، الاجهزه دي كلها بتكون مرميه في نفس الايه في نفس البرودكاست دومين. طبعا ده هيعمل لي ضغط على الايه الشبكه بتاعتي واللينكات بتاعه الايه الشبكه عندي، اللينكات دي اللينكات اللي رايحه للسيرفرز وهكذا. لان تخيلوا لو انا مثلا عندي 300 جهاز او 300 بي سي في الشبكه دي، وهي وان برودكاست دومين، كل بي سي من دول بيبعت رساله برودكاست، قد تكون البرودكاست دي ار، قد تكون دي تشي بي ديسكفر، قد تكون ايا ما تكون، ولكن يعني قصه ان انا يبقى عندي 300 نقطه، كل نقطه بتطلع كل شويه برودكاست، ده هيعمل لي زحمه في الشبكه بتاعتي. ليه يا جماعه؟ لان البرودكاست ده هيدخل مثلا من هنا، والسويتش هيطلعه كده، السويتش هيطلعه كده، وبعدين هيطلع السويتش ده هيستلمه هيطلعه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ويطلع لكل الايه كل الاجهزه. في قاعده بتقول لك ان انت كبي سي تقدر تتحكم، يعني انا هفترض نفسي انا كاحمد رافت، انا هفترض نفسي بي سي. في قاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انا كبي سي اقدر اتحكم، فاقدر
اقدر اتحكم في في ارسال البرودكاست بتاعتي، يعني اقدر اطلع انا برودكاست بمزاجي، ولكن انا مش هقدر اتحكم في البرودكاست اللي بتجيلي، لان كل رساله برودكاست بتجيلي انا بعمل لها كبي سي بروسيس، وبكتشف بقى من البروسيس ده هل الباكت دي تعنيني او البرودكاست مسج او باكتس دي بتعنيني او لا. فبالتالي الموضوع مجهد للينكات، وبالتالي مجهد كنتورك برسبكتيف، من منظور النتورك مجهد جدا، وكذلك من منظور البروسيسورز. البروسيسورز ان كل بي سي، تخيل كل بي سي بيجيله 259 رساله برودكاست كل شويه، كل شويه عمال تجيله رساله ايه برودكاست. فالموضوع مجهد كناحيه نتورك وكناحيه ايه وكناحيه هاردوير، صح ولا لا؟ طب كلام جميل جدا، وده سبب ان ميزه الراوتر ان انا اقول خلاص طب اوكي يا باشمهندس افصل البرودكاست دومين، افصلوا الاثنين، ان انا بيبقى عندي هنا افصله مثلا هنا سويتش وسويتش، تمام. السيرفرات مثلا ممكن تتحط هنا، البي سيز ممكن تتحط هنا. اقول لك طب كلام جميل جدا، انت كده حليت المشكله ان انت عملت سيجمنت للبرودكاست دومين. فاكرين يا جماعه ما احنا كنا بنتكلم على الهب، كنا بنقول الهب ده از كونسيدرد از وان كوليجن دومين، واما حبينا نحل مشكله الكوليجن دومين السويتش جه وحل لك المشكله دي، لان السويتش يعتبر ان كل بورت من البورت بتاع السويتش يعتبر ايه ككوليجن دومين. كذلك كذلك انا ببقى عندي السويتش او السويتشنج انفرا، طالما هي مرميه في ناحيه واحده عن الراوتر، طالما ان مفيش برودكاست سيبريتور، يعني انا بحب اعتبر كده الراوتر ده برودكاست سيبريتور، تمام. راجل كده بيمنع او بيقسم البرودكاست، طالما مفيش القصه دي فالسويتش، السويتشات كلها طالما ملمومه في حته واحده، مفيش راوترات تفصل ما بينها تقسم البرودكاست. فبالتالي انا عندي برودكاست دومين واحد، وطالما برودكاست دومين الواحد زاد عدد البي سيز والنودز والاجهزه اللي جواه، الموضوع ده هيكون مش كويس، وهيعمل مشاكل في الشبكة بتاعتك، ممكن مشاكل في الكونجستشن، يعمل مشاكل اختناق، لان البرودكاست كده تخيل اللود على اللينكات بتاعت الشبكة عندك بيزيد، يعني ممكن تاخد لها من 10 ل 15%، تمام، يوتيلايزيشن، يعني برودكاست واخد من 10 واكل من الباندوتس بتاعت اللينك من 10 ل 15%، ممكن اعلى، تمام. طبعا لما تيجي تطلعوا بقى لسي سي ام بي هنحل القصه دي، زياده نسبه البرودكاست باكتس في الفلو بتاع اللينك هنتحكم بيه ازاي، ده بالستورم كنترول، ده في سي سي ام بي سويتشنج، ولكن ده مش علينا دلوقتي، تمام. طيب ده القصه. طب انت دلوقتي فعلا حليت مشكله البرودكاست وان انت عملت سيجمنت، طب كلام جميل. طب افرض انا عايز اعمل 40 برودكاست دومين، هجيب منين راوتر يسبورت 40؟ اجيب منين الراوتر يسبورت 40 انترفيس؟ ما هو كل انترفيس من الراوتر بيمثل كبرودكاست دومين. طالما انا عايز احط الشبكه بتاعتي، يعني ال 30 بي سي دول، تمام، 300 دي لو انا عايز اقسمها ل 40، طب يا عم لا انا عايز اقسمها ل 30 برودكاست، تمام. يعني انا محتاج كده ايه، انا محتاج كل برودكاست دومين هيكون فيه 10 اجهزه، كلام جميل جدا. يبقى انا محتاج راوتر بيسبورت ايه، ده انا محتاج راوتر فيه 30 انترفيس، صح ولا لا؟ لان كل انترفيس بيمثل برودكاست دومين من الراوتر. الكلام ده مش منطقي. انا شخصيا انا اعلى راوتر، اعلى راوتر شفت فيه ايثرنتس، فاست ايثرنتس او جيجا ايثرنتس بيسبورت، طبعا انا ما بتكلمش عن السي 7200، بس انا بتكلم عن الحاجات اللي اقل من السي 7200 الشائعه في السوق، اقصى 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 اربعه، بيكون مثلا بي بورت تو بورتس، ولو في وكايه فاضيه بقى ايه، او لو في موديول اسلوت فاضي بتحط فيه وكايه فيها تو ايثرنت بورتس، الكلام ده كله يبقى انت اخرك بتاخد اربعه بس. اكيد انت مش هتلاقي حاجه بتسبورت ال 30، مش هتلاقي راوتر بيسبورت 30 انترفيس. دي القصه دي كلها. طيب حلينا القصه دي بالفي لانز ازاي؟ بصوا يا شباب، انا هقسم ايه ممكن البيج دي كده نصين، previously، تمام، سابقا يعني، وكرنتلي، تمام. طيب كلام جميل. previously لو انا عندي one broadcast domain اقدر اقسمه لاثنين، بان انا احط الراوتر هنا اهو، ده سويتش هنا وهنا ايه ده سويتش، تمام. يبقى انا عندي ده considered as a broadcast domain، وده بي considered as a ايه برودكاست دومين. طيب كلام جميل جدا. الفي لانز، الفي لانز على ناحيه كارنتلي بقى، الفي لانز تكنولوجي قالت لك ايه؟ قالت لك ان انا ممكن اختزل الديزاين ده في الديزاين ده، ان انا الراوتر عندي ناحيه واحده بس طالعه للسويتش، تمام، وده اقدر اخليه تو برودكاست دومين.
هتقول لي اه ازاي ازاي اقدر اعمل القصه دي كلها، يعني ازاي ده انا عندي سويتش واحد، يعني ازاي ده بيعتبر تو بريكاست دومين، ده انا عندي ده طالع على انترفيس واحده من الراوتر. وانت قلت يا باشمهندس ان الانترفيس والراوتر بتمثل بريكاست دومين، ازاي بقى عندي هنا 1 انترفيس وبتقول ان انا اقدر اخليه تو بريكاست دومين؟ انت مستغرب ان انا ممكن اخليه اتنين؟ لا، ده انا ممكن اخليه لحد 4096 برودكاست دومين، مش اتنين بس، وبرضه على نفس الناحية. اه ده كلام جميل جدا. ازاي القصة دي؟ تعالوا في البريفيوس ديزاين بقى، ان انا لما كان عندي بي سي حلو كده يا جماعة، وبصوا تعالوا نسمي ده برودكاست 1 وده يعني برودكاست دومين 1 وده برودكاست دومين 2. وانا عندي بي سي هنا، لو كان البي سي ده لو بعت برودكاست البي سي ده بيسمع عنها، لكن اكيد لو انا عندي مثلا تو سيرفرز هنا، اكيد التو سيرفرز دول مش هيسمعوا البرودكاست اللي بيبعتها بي سي 1 مثلا، ده مثلا بي سي 2، ده سيرفر 1، ده سيرفر 2، اكيد لا سيرفر 1 ولا سيرفر 2 هيسمعوا البرودكاست مسج بتاعت بي سي 1، اللي هيسمعها بي سي 2 وكذلك الراوتر بس من ناحيه الانترفيس دي اللي هي مثلا باست تو نيزيوس 0، لكن باست تو نيزيوس 1 دي مش هتسمع حاجة عن البرودكاست مسج. فتعالوا بقى هنا في الديزاين ده، بصوا يا جماعة انا هعتبر ان السويتش ده، تعالوا نرسم كده الايه القطاع الاليفيجن بتاعه، ده عندي هنا بورت، هعتبر برضو ان انا عندي هنا بي سي اللي هو بي سي 1 وهنا بي سي 2 وهنا سيرفر 1 وهنا سيرفر 2. ده بقى خلي بالكو كونسبت الفيلان. انا هعمل التو بورتس دول اوكي، ونروح على كده على السويتشز وهنعمل بورتس هنا تمام، كلام جميل. ونروح برضو على السويتشز نعمل بورت رايح ده البورت ده، طيب كلام جميل. نرجع تاني للون الاسود، ده مش لون اسود ده خالص، اللون الاسود اهو تمام. ده بي سي 1، هتعرفوا بقى انا ليه دلوقتي ايه ملون، عامل هارد كود في او كلر كود في الديزاين. وده بي سي، ده بي سي 1 اهو، وده بي سي 2، ونروح للسواتشز وده هيكون سيرفر 1 وده هيكون سيرفر 2 وده هيكون الراوتر، مش الديزاين ده هو اللي قصادك ده صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. بصوا يا جماعه انا بقى الفي لانز بتقول ايه؟ بتقول ان انت كريت عندك فيرتشوال في لان، خليها كده بالايه بنفس الالوان كده، كريت عندك فيرتشوال في لان اوكي، وسميها 10 اديها رقم تمام كده، وفيرتشوال وفيرتشوال في لان اها وفيرتشوال VLAN خليها سيدي 20، بحيث ان العشرة دي تمام، العشرة دي هفترض ان انا تعالوا كده برضو بلون تاني كده، ان ده فاست ايثرنت او ده بورت زيرو، ده بورت زيرو وده بورت 1 وده بورت 2 وده بورت 3 وده بورت 4 تمام. وقال لك بقى ايه؟ قال لك ان في VLAN 10 دخل البورتس 2 و3 عليها. دي كونفيجريشن كده يا جماعه، انا كده بكلمك يعني الكونفيجريشن الكونسبت بتاعتها ماشيه ازاي، يعني هنعرف دلوقتي ازاي بنفصل تو برودكاست 1 برودكاست دومين لتو برودكاست دومين، ان كل برودكاست ده دومين بيمثل في لان تمام. طيب كلام جميل، ودخل بورت 0 و1 دخلوا في لان 20، حلو قوي. سيبك من بورت 4 ده هنتكلم عنه بعد بعدين اوكي، كلام جميل جدا. دلوقتي الفي لان بتمثل قلنا برودكاست دومين، الفي لان بتمثل بتمثل ايه؟ برودكاست دومين تمام. فبالتالي لو في برودكاست انا هعتبر بقى ايه؟ ان البورتس اللي داخله في لان 10 مش 2 و3، انا هعتبرها اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 تمام. بالتالي لو في برودكاست دخلت في البورت ده بورت اكس 1 هتطلع من اكس 2 وهتطلع من اكس 3 وهتطلع من اكس 4 تمام. طيب ده بالنسبه لفيلان 10. طب هعتبر ان انا فيلان 20 في بورت واي 1 واي 2 واي 3 واي 4 اوكي، فبالتالي لو في برودكاست دخلت من واي 1 هتطلع من واي 2
واي 3 واي 4، لكن مش هتطلع من اكس 1 ولا اكس 2 ولا اكس 3 ولا اكس 4. ها فهمت القصه؟ يعني انا دلوقتي بي سي 1 لو بعت برودكاست هتطلع من بورت 1 بس، لكن مش هتطلع من بورت 2 ولا من بورت 3. ليه؟ لان بورت 2 وبورت 3 موجودين في فيلان غير فيلان الموجود فيها ايه، بورت 01. هو بورت 01 دول موجودين فين يا جماعه؟ دول موجودين في فيلان 20، صح ولا لا؟ بورت 0 وبورت، عشان كده بنفس اللون، بورت 0 وبورت 1 موجودين في فيلان 20 لكنهم مش موجودين في فيلان 10. تمام؟ ها فهمت القصه؟ يعني انا فهمت لك هنا من ناحيه عمليه وهنا من ناحيه نظريه بحته، ان انا الاكس 1 اكس، يعني انا هفترض ان انا عندي سويتش البورتس اللي فيه اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 واي 1 واي 2 واي 3 واي 4، والاكس 1 لاكس 4 انا دخلته في فيلان 10، واكس 1 لاكس واي 1 لواي 4 دخلته في فيلان 20. فبالتالي كل البي سيز الموجوده في البورتس دي او فيلان 20، يعني كل الاجهزه المتوصله على واي 1 او واي 2 واي 3 واي 4 دي تعتبر بالتبعيه داخله في لان 20، يعني داخله في برودكاست مستقل انا سميته في لان 20. يعني من الاخر دول موجودين في فيرتشوال لان اسمها في لان 20. ليه سميت بقى فيرتشوال لان؟ قال لك لانك فيزيكلي، يعني انا ليه انا قلت هنا في تو في لانز، بقى هنا يقول لك بقى لا ده كده في تو في لانز، لان فيزيكلي بالنظر كده انا كده دلوقتي عندي لان واحده one physical LAN، ولكن logically بالطريقة دي logically انا عندي two virtual LANs. كلام جميل. تخيلوا بقى السويتش مثلا في 100 مثلا 48 بورت، فممكن اقول مثلا من بورت 1 لبورت 5 ادخله في لان، من بورت 6 لبورت 10 ادخله في لان، ومن بورت 11 لبورت 15 ادخله في لان. يبقى انا كده مثلا لحد دلوقتي عملت كام؟ 3 في لان، يعني عملت 3 برودكاست. يعني او لو 48، لو كل 3 بورت دخلتهم في فيلان اقدر اعمل كام؟ اقدر اعمل شوفوا بقى، يعني 8 48 على ال 48 على التلاتة، يعني المفترض يعني 48 3 فيها 16، يعني اقدر كل 3 بورت، لو انا عندي سويتش فيه 48 بورت وكل 3 بورت دخلتهم في فيلان، يعني اقدر اكاري 16 فيلان، يعني اقدر اعمل 16 بودكاست دومين. كلام جميل. البورت رقم 4 ده بقى ايه قصته؟ بصوا يا جماعه، لو الراوتر ده متصل على الانترنت، حلو قوي كده. طيب سيرفر 1 لو عايز يطلع الانترنت هيطلع منين؟ المفترض هيعدي على البورت ده اللي هو بورت ايه، بورت 4، صح ولا لا؟ طيب كذلك يعني في السيرفر اللي في لان 10 لو عايز يطلع على الانترنت بيمر بهذا الايه اللينك، بهذا اللينك. طب كلام جميل. كذلك الجهاز بي سي 2 مثلا اللي هو في لان 20 لو عايز يطلع الانترنت برضه هيمر بالبورت ده، صح ولا لا؟ او باللينك ده. يعني اصبح اللينك ده يا جماعه بيشيل داتا تاجد او مرفقه بكام فيلان، يعني او باكيتس او داتا جايه من كام فيلان، المفترض جايه من تو فيلانز، صح ولا لا؟ هنا قاعده في السويتشنج بيقول لك ايه، وده تعريف الترانك بورت. يعني بصوا يا جماعه، البورتس اللي بتخش في فيلان دي بيسموها اكسس بورت، تمام كده؟ ليه؟ لان هي بتاكسس على فيلان معينه. طيب البورت اللي على السويتش اللي بيطلع منه داتا لكذا فيلان ده بيسموه ترانك. ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه ترانك، وده طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل عن الايه، عن الترانكات. طيب كلام جميل جدا. ده تعريف الفيلانز. الفيلانز بقى ايه فادتني في ايه؟ طبعا احنا بنتكلم ايه واحده واحده كده. الفيلانز التقسيمه دي فادتني بايه؟ مثلا اكسس كنترول. يعني ايه اكسس كنترول؟ اقدر يا جماعه ادي بوليسي، اسطب بوليسي على الراوتر على السويتش واقول له يا سويتش بص بقى، انت عندك فيلان 10، انت ممكن انت كمهندس بقى تعمل فيلان 10 وتدخل فيها البي سيز، وممكن تعمل ايه فيلان 20 وتدخل فيها السيرفرز، تمام؟ وممكن تعمل فيلان 30 وتدخل فيها مثلا الاي فونز. حلو، كلام جميل قوي، كلام جميل جدا. ممكن تحط بوليسي على السويتش دي بقى الاكسس كنترول، تقول بص بقى مفيش اي جهاز من فيلان 10 يقدر يروح لفيلان 20، يعني مفيش كونكشن انيشيتس يعني يبدا من فيلان 10 20، لكن ممكن فيلان 20 يبدا كونكشن لفيلان 10. ممكن تقول له مثلا ان فيلان 10 و20
ما يقدروش يخشوا خالص على فيلان 30. تقدر تعمل بقى اكسس كنترول، يعني تعمل بقى يعني علالك قصه السكيورتي بتاعتك، يعني عليت لك الليفل بتاعت السكيورتي بتاعتك، ان انت فصلت الايه، عملت سيجمنتيشن، وبالسيجمنتيشن يعني سيجمنتيشن انت قسمت الايه الاجهزه بتاعتك وحطيتها كل شويه اجهزه كده، حطيتها في علبه، يعني حطيتها في فيلان، حطيتها في بوكس، تمام. واقدر بقى ايه اعمل بوليسي تتطبق على البوكس ده كله بالبي سيز اللي جواه او بالنودز اللي جواه. طيب كلام جميل. كواليتي اوف سيرفيس، ان انا ممكن في الديزاين اللي كان عندنا، ان انا طالما انا عندي جهاز موجود في فيلان 10 تمام كده، وعدة تليفون موجودة في فيلان 20، لو اللينك ده، ما هو اللينك ده اللي بيمر بيه كل الاجهزة اللي في الشبكة اللي عايزة تطلع للنت، صح ولا لا؟ لو اللينك ده مزحوم، مزحوم تمام، يعني ايه مزحوم؟ عليه كونجستشن عالي، زحمة تمام كده، مشغول قوي، وجه الاتنين دول طلعوا باكتس عايزين يطلعوا للانترنت. افرض الراجل ده عايز يخش على موقع فيسبوك، وافرض ان الايفون دي بتعمل مكالمه مع ايفون موجوده بره اوت، مين المفترض البرايورتي بتاعته تبقى اعلى في ان هو يعدي؟ اكيد الايفون، لان ده يو دي بي. لكن الراجل ده مش مشكله لو اتاخرت الباكتس عليه شويه، لان كده كده شغال بالتي سي بي سيشن، تمام. فبالتالي بدي الاولويه للايفونز. اوكي، اقدر ادي الاولويه دي ازاي؟ بالفيلانز، ان انا اقول ان الفيلان 20، وانا عارف ان فيلان 20 انا رامي فيها عدد التليفون ليها برايوريتي اعلى من فيلان 10، لان انا عارف ان فيلان 10 مرمي فيها البي سيز. ده بقى الكواليتي اوف سيرفيس، ده ايه تعريف الكواليتي اوف سيرفيس. طيب كلام جميل. السبنتنج طبعا يا جماعه، لان كل فيلان من دول يبقى لها سبنت مختلفة. يعني احنا كنا بنتكلم ان كل مثلا الشبكة دي لو كانت برودكاست واحدة، برودكاست دومين واحدة، يبقى 192 مثلا، 168 واحد و0 سلاش 24. لكن طالما انت قسمت البرودكاست دومين دي الواحدة لكذا برودكاست دومين، يعني انا مثلا هنا قسمتها لثلاثة برودكاست دومين، فكل برودكاست دومين هتاخد سبنت مختلفة. ما ينفعش الثلاثة يكونوا مرميين في ايه، في 192 في نفس الاي بي، في نفس النتورك اي بي، يصبح لكل فيلان نتورك اي بي خاصة بيها. ممكن اعمل ده مثلا 192 168 دوت 1 دوت 0 سلاش مثلا يعني 726. اوكي، وممكن اعمل ده 192 168 دوت 1 دوت 64 سلاش 26. ممكن اعمل ده مثلا 192 دوت 168 دوت 1 دوت 128 سلاش 26. اوكي، فبالتالي انا يعني الفيلان اللي برضو اللي انا عايز اوضحه لك، ان كل فيلان بتاخد سبنت مختلفه يا جماعه، لانك انت يعتبر عملت نتورك. هو انا مش الفيلان دي عامله زي الكونسبت اللي انا دلوقتي عندي راوتر فيه في دراعين، مفتوح له دراعين ولا لا؟ مفتوح له لينكين، ومش كل المفترض ده السبنت بتاعها او النتورك اي بي بتاعت دي غير دي، صح ولا لا؟ طب ما الفيلانز اصلا نفس الكونسبت اللي هنا، فبالتالي كل فيلان لازم يكون ليها ايه؟ لازم يكون ليها نتورك اي بي مخصصه ليها. طيب كلام جميل. فده بقى طبعا الاي اس سبنتنج. قصه تانية، الراوتنج ما بين الفيلانز بيتعمل ازاي؟ عارفين يعني ايه؟ يعني يا جماعه، ما انا كان عندي في الديزاين الاولاني كان ده سويتش مثلا، ده بي سي. اوكي، البي سي ده عايز يروح الى سيرفر مثلا موجود هنا، فبالتالي بيروح على الديفولت جيت واي بتاعه للراوتر ده، والراوتر ده هوب يقوم رامي الباكت هنا، وبعدين السيرفر عايز يرجع للبي سي يروح على الديفولت جيت واي بتاعته هنا، وهكذا، صح ولا لا؟ طب كلام جميل. ده الراوتنج ما بين اللانز العاديه. طب الراوتنج ما بين الفيلانز هعمله ازاي؟ يعني من الاخر، لو في بي سي، لو انا عندي مثلا عندي هنا بي سي مرمي في فيلان 10، وعندي هنا سيرفر مرمي في فيلان 20، اها. طيب هو الاي بي، وده مثلا انا قلت بقى، بصوا يا جماعه، فيلان 10 السبنت بتاعتها مثلا 10.0.0.0 سلاش 26، وفيلان 20 10.0.0.64 سلاش 26. طب كلام جميل قوي. المفترض البي سي ده بما انه موجود في السبنت دي، تمام، فالمفترض مثلا الاي بي بتاعه مثلا 10.0.0.2. طب كلام جميل. السبنت ماسك بتاعته سلاش 24 سلاش 26. طب كلام جميل. الاي بي بتاع الديفولت جيت واي بتاعته ايه؟ ما يحب يطلع بره الفي لان بتاعته، يعني بره البرودكاست دومين بتاعته. المفترض هيطلع فين؟ على البرودكاست، على الديفولت جيت واي بتاعته اللي هي المفترض 10.0.0.1. طب كلام جميل. تعالى اطلع للسيرفر،
ممكن اكيد مثلا الاي بي ممكن بتاعه يكون 10.0.0.66 سلاش 60 سلاش 26. اوكي طيب المفترض الديفولت جيت واي بتاعته كام؟ 10.0.0.65 مثلا، صح ولا لا؟ 65. طيب كلام جميل، هو الانترفيس بتاع الراوتر ده هديله الاي بي ده ولا هديله الاي بي ده؟ ها اقول لكم ليه، لان البي سي ده يا جماعه لو عايز يطلع للسيرفر فالمفترض يطلع للديفولت جيت واي بتاعه 10.0.0.1، وبعدين الديفولت جيت واي يقوم مفروده على الايه السبنت النتورك اي بي دي اللي هي 10.0.0.64 سلاش 26، يعني يروح من فيلان 10 لفيلان 20. تمام، ده الراوتنج ما بين الفيلانز. اوكي، لان يا جماعه ما ينفعش يصبح ما ينفعش بقى يروح له على طول مباشره، لان هم دلوقتي مش في نفس البرودكاست دومين. ها فهمت القصه؟ ما هم مش في نفس البرودكاست دومين، فبالتالي هنا يا جماعه انا لو هفترض ان انا عندي فاست ايثرنت يوصل لزيرو، هنا فاست ايثرنت يوصل لزيرو دي مش هديلها اي بي، مش هديلها اي بي، انا هعمل منها سب انترفيسز، هعمل منها سب انترفيس دوت 10 فاست ايثرنت يوصل لزيرو بوينت 10 وادي له الاي بي 10.0.0.1 سلاش 26، وهكريت منها سب انترفيس ثانيه 0 لزيرو بوينت 20، وهيبقى السب الاي بي بتاعها 10.0.0.65 سلاش 26، ويصبح يبقى انا ده وان فيزيكال انترفيس، لكن انا كريت منه تو لوجيكال انترفيس. كريت منه كام؟ كريت منه تو لوجيكال انترفيس، بحيث ان البي سي اما يحب يطلع على السيرفر هيروح لفاست ايثرنت يوصل ل 0.10 اللي هو الديفولت جيت واي بتاعته، وبعدين فاست ايثرنت يوصل ل 0.10 هيفروده على بوينت 20، وبوينت 20 يقوم مطلعه للايه؟ للسويتش، والسويتش يوديه للايه؟ للسيرفر. ده اول طريقه للراوتنج ما بين الفيلانز. اول طريقه، هي في ثلاث طرق، في ثلاث طرق. طيب كلام جميل، تاني طريقه ايه؟ ده على فكره الطريقه اللي فاتت دي يا جماعه اسمها الراوتنج اون ستيك، اسمها الراوتنج اون ستيك، يا ريت تحفظوها لان هتيجي عليها اسئله كتير في الامتحان. طيب كلام جميل، الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه بقى ودي التقليديه يعني واللي لا تطبق دلوقتي، ان انا يا جماعه عندي البي سي اهو، ده بي سي 10 وده بي سي 20، وده مثلا بي سي ده موجود في فيلان 20، يعني ده موجود في فيلان 10 وده فيلان 20. هنا انا وصلت الراوتر بتو فيزيكال انترفيس، يعني وصلت السويتش اقصد بتو فيزيكال انترفيس على الراوتر، تو فاست ايثرنت يوصل لزيرو وفاست ايثرنت يوصل لواحد. هدخل فاست ايثرنت يوصل لزيرو دي هديلها اي بي في نطاق الاي بي او النتورك اي بي بتاع فيلان 10، و0 سلاش 1 هدخله في نطاق الاي بي بتاع فيلان 20. تمام، وعرف السويتش من هنا ان البورت ده مثلا ايثرنت 0 سلاش 0، تمام، هدخله على فيلان 10، وهنا ايثرنت 0 سلاش 1 هدخله على فيلان 20، وبالتالي الجهاز اما يحب يطلع للراوتر هيطلع للديفولت جيت واي بتاعته، السويتش هيقوم مطلعه على ايثرنت 0 سلاش 0، ايثرنت 0 سلاش 0 طالع الباكت لفاست ايثرنت 0 سلاش 0، وبعدين الراوتر هيفرود الباكت الى ايه؟ 0 سلاش 1، وبعدين يوديها الى ايثرنت 0 سلاش 1، وبعد ايثرنت 0 سلاش 1 يقوم مطلعها الى ايه؟ بي سي 20. تمام، دي طريقه تقليديه ما بتتعملش دلوقتي. ليه يا جماعه؟ لان هي اشبه بالطريقه دي، اهو دي اشبه بالطريقه دي، لان انا فعلا استهلكت تو فيزيكال انترفيس هنا، يعني انا عندي هنا تو فيزيكال انترفيس، هنا برضو عندي تو فيزيكال انترفيس. الفكره ان انا عندي في الديزاين ده انا وفرت بدل سويتشين سويتش واحد. طب اصلا الفيلانز اتعملت عشان اقدر اوفر في الفيزيكال انترفيسز بتاعت الراوتر، مش الفيزيكال هاردوير ديفايسز بتاعت السويتش، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل، دي طريقه. طيب الطريقه الثانيه الثالثه معقده شويه، ودي اللي بقى هتاخدها في السي سي ام بي، ان انا يصبح السويتش ده هو الراوتر، هو الديفولت جيت واي بالنسبه للبي سيز او الفيلانز. يعني انا عندي هنا جهاز في فيلان 10 وجهاز هنا في فيلان 20، تمام. طيب كلام جميل، على السويتش ده اقدر اعمل انترفيس فيلان 10، فيلان 10 وادي له اي بي مثلا 10.0.0.1/26، و اعمل انترفيس فيلان فيلان 20 وبرضه ادي له اي بي 10.0.0.65/26، ويصبح الجهاز ده لو عايز يروح لبي سي الموجود فيلان 20 يروح لديفولت كيو بتاعته اللي هو السويتش اللي هو انترفيس فيلان 10،
تمام كده، وبعدين السويتش هوب بيقوم مطلع الباكت بالنظر الى الديستنيشن اي بي، يعني يفهم ان انت يا بي سي انت عايز تروح ل 10.0.0 دوت مثلا 66. طيب اوكي، ده 66 ده موجود في السبنت دي، لو هو موجود في فيلان 20 يعني انا هطلع الباكت اوت اوف انترفيس فيلان 20، وبعدين يقوم مفروتها على البي سي ده اللي هو البي سي اللي موجود في فيلان 20. طب دي الثلاث طرق، افضل طريقه هي الطريقه دي، لان دي اللي بتطبق في الشركات يا جماعه، او بتطبق في سوق العمل من الاخر. طب الطريقه الاولانيه ليه ما بتطبقش مع انها بتوفر في الفيزيكال انترفيس؟ لان يا جماعه انا لو عندي 50 فيلان فعلى الانترفيس الفيزيكال الواحده دي هعمل عليها 50 سب انترفيس، انا اقدر، ولكن الانترفيس هتبقى مهلكه، هتبقى مسحومه، تمام كده؟ فالموضوع ده يعني انا هعمل اهلاك للينك ده، هيبقى زحمه جدا، تمام؟ يعني انت بيتشارك فيه 40 فيلان مثلا. فلو انا عندي مثلا من اول، ده اقتراح يعني، انت عندك من اول واحد لحد مثلا 10 فيلان، ممكن تعمل حته الراوتنج اون ستيك، زدت عن 10 فيلان اعمل هات سويتش وخلي السويتش ده يشتغل كديفولت جيت واي بالنسبه للفيلانز. وطبعا اجازه ما تحب تطلع على الانترنت بتفتح بقى ايه طبعا يعني، بس يعني لو ما فهمتش النص دقيقه اللي هقولها دي اصبر على نفسك شويه، لان دي هتوضح في الراوتنج. فالدقيقه النص دقيقه اللي هقولها دي للناس اللي عندها باك جراوند عن سي سي ان اي، يا جماعه الجهاز ده لو عايز يطلع الانترنت تمام، انا السويتش ده بسطب براوتنج ما بين السويتش وما بين الراوتر، وافتح او اس بي اف مثلا كونكشن بحيث السويتش يعلن عن التو نتوركس دول للراوتر، فالراوتر يخزن يعني يخزن الايه التو نتوركس دول عنده في الراوتنج تيبل، فبالتالي البي سي ده ما يحب يطلع السويتش هيقوم رايح للراوتر تمام، والراوتر هيقوم هوب رايح للايه للانترنت وهكذا، ما يجي يرجع الباكت بتيجي ترجع الباكت هترجع للديستنيشن اي بي اللي هو البي سي بتاع الاي بي بتاع البي سي ده، تمام كده؟ فبالتالي الراوتر هيقوم راضدها لجوه بالنظر الراوتنج تيبل بتاعته، وانا بفتح راوتنج من الاخر ما بين السويتش وما بين الراوتر، يعني من الاخر بعتبر السويتش ده يعتبر بعتبره كايه كراوتر. طبعا الناس اللي اول مره في سي سي ان ايه سكيب البارت اللي انا لسه قايله ده. طيب كلام جميل. تعالوا نتكلم عن، انا اتكلمت عن فيلانز كتصميم في سويتش واحد، طب تعالوا لو انا عندي مالتيبل سويتشز، انا عندي مثلا هعتبر، بصوا يا جماعه بقى انا عندي فيلان 10 تمام، اها وعندي فيلان 20 وعندي فيلان 30. طيب كلام جميل جدا. فالبورس اللي بالاسود دي اللي هي فيلان 10 تمام، والترانك بقى هعمله باللبن، يعني ده اللبني ده هيكون ترانك. اوكي ده انا برسم لك الكود الالوان اللي انا هرسم بيه. طيب انا عندي بورت ده التري بورتس دول فيلان 10 تمام. طيب و هنا عندي تو بورتس لفيلان 20 و عندي بورت واحد بس لفيلان 30 وعندي بورت ترانك وعندي بورت ترانك. طيب اعتبر ان انا عندي سويتش نعمل سويتش تاني. اوكي عندي هنا مثلا تو بورتس الفيلان 10 و تو بورتس او سي بورتس الفيلان 20 وعندي بورت الفيلان 30 وعندي ترانك عندي هنا ترانك. اوكي وهعمل نفس القصه دي مره تانية، هرسم سويتش تاني بورت الفيلان 10 هنا و بورتين لفيلان 20 و 3 بورت مثلا فيلان 30 وبورت دي الترانك هنا. الترانك يا جماعه هو البورت اللي بتنقل اللي بيتوصل ما بين السويتشات بينها وبين بعضها، يعني انا انا في حته عندي هنا ان انا ممكن هعمل بورت ترانك زياده في السويتش في النص. اوكي و اوكي 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 ممكن نعمل بورت ترانك هنا بحيث ان انا اوصل البورت ده للبورت ده. حلو قوي كده. هفترض يعني بصوا يا جماعه البورتس اللي بالاسود دي اللي هي موجوده في فيلان 10، البورتس اللي بالاحمر فيلان 20، البورتس اللي بالبربل دي اللي فيلان 30. طيب كلام جميل. الاجهزه لو انا عندي بي سي او يعني انا عندي هنا بي سي، لا تعالوا بقى ايه
انا عندي بي سي، تعالوا نرسم مثلا بلون بني مثلا، انا عايز لون مخالف كده. اها انا عندي بس ان هنا بي سي، البي سي ده بعت برودكاست، رساله برودكاست، البرودكاست هتطلع السويتش هيطلعها اوت الانترفيسز الاسايند في فيلان 10، وكذلك هيودي البرودكاست الايه للترانك. تمام، حلو قوي كده. الترانك اما يستلم البرودكاست هيقول ايه؟ هيلاقي الرساله بتاعت البرودكاست اهي، رساله البرودكاست، وهيقول هو انت يا رساله يا برودكاست، انت جاي من انهي بورت؟ يقول له اه ده انا جاي مثلا من بورت زيرو. فيقوم الترانك قال اه ده بورت زيرو ده اصلا داخل في فيلان 10، اذا انا هحط تاج ان البرودكاست دي جايه لفيلان 10 او جايه من فيلان 10. تمام، ويقوم مودي الرساله او البرودكاست باكت الى الايه، الترانك اللي على الناحيه الثانيه. فالترانك على الناحيه الثانيه يقول ايه، ايه ده، هو البرودكاست دي جايه من فيلان 10؟ اوكي، يقوم شايل التيكت، يقوم شايله ويعرف بقى ان خلاص طالما جايه من فيلان 10 فيقوم مطلعها من البورت دي، البورت ده والبورت ده. اوكي، لان دول برضو تو بورتس موجودين فين، في فيلان 10. طب كلام جميل. وبعدين هيقوم برضو منزله في الترانك ده، فالترانك ده يقول الله هو انت برضو انت جاي من فيلان كام؟ يقول اه ده انا جاي من فيلان 10. تمام، هو عارف منين الترانك ده ان البودكاست دي جاي من فيلان 10؟ لان يا جماعه، لان يا جماعه الباكت لما تيجي تنزل هنا هتنزل في الترانك ده، هتدخل في الترانك ده، والترانك ده اوتوماتيكلي هيطلعها من الايه، من الترانك ده بالتاج بتاعها. ولكن الترانك الاولاني ده اما يجي يبعتها للبورتس الموجوده هيشيل الستيكر اللي هو ايه، الفيلان تاج اللي هو فيلان 10، ولكن اما يجي يفرودها الى الترانك ده هيسيب الستيكر زي ما هو. تمام، طب كلام جميل. فالترانك يقوم باعت لده برضه، الترانك يقول الترانك اللي على السويتش ده هيقول الله ده برودكاست دي جايه من فيلان 10. طب كلام جميل، هيقوم مطلعها اوت البورت ده بس، لكن مش ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا اللي فوق ولا اللي فوق. تمام، لان هما مش في نفس الفيلان. كذلك نفس القصه لو حصلت على فيلان 20 او 30 كده. عرفنا الميكانيكيه ما بين الترانكات يا جماعه، الترانكس والاكسس والفيلانز والكلام ده كله، البورتس اللي بتاساين اللي بدخلها على فيلان. يعني مثلا انا عندي ده مثلا بورت 0 1 و 2. تمام، ده 0 1 وده 1 0 مثلا، فانا عندي فيلان 10 بالنسبه للسويتش ايه، السويتش 1 هي داخل فيها بورت 0 1 و 2. تمام، وبالنسبه ل سويتش 2 داخل فيها بورت 0 1، وبالنسبه لسويتش 3 داخل فيها سويتش ايه، بورت 1، بورت 1 بس اللي هو بورت 0. تمام، فخلي بالكم ان الفي لانز اقدر اكريتها جلوبالي، جلوبالي على السويتشز. يعني الثلاث سويتشات دول هم اوريدي كده كده موجودين في نفس الفيزيكال لان او في نفس الفيزيكال برودكاست دومين. تمام، ولكن لوجيكلي انا قسمتهم لمالتيبل برودكاست دومين، فانا اقدر فيلان 10 اعملها هنا واعملها هنا واعملها هنا، فيصبح كل الاجهزه الموجوده هنا موجوده في نفس الفيلان، هي فيلان 10 وكذلك فيلان 20 او 30، عشان ما يجيش في دماغ واحد منكم ان الفيلان دي بقى اقدر اكريتها على سويتش واحد بس. لا، انا اقدر يكون عندي مثلا مثلا ايه اهو، ثلاث سويتشات، والثلاث سويتشات دول انا مكريت فيهم ايه، ثلاثة فيلان، والثلاثة فيلان موجودين هنا وهنا وهنا نفس البيلانس، بحيث ان انا يبقى عندي سيرفر موجود هنا داخل على فيلان 30 مثلا، وعندي سيرفر موجود هنا داخل على فيلان 30، فالاثنين فالسيرفرين دول اصلا كده يعتبر موجودين بنفس الايه، في نفس الفيلان. يعني الراجل ده لو جه بعت برودكاست الراجل ده هيسمع عنه، الراجل ده لو عايز يبينج هيروح للسيرفر على طول، عايز يبينج على السيرفر ده هيروح له على طول من غير ما يطلع على ايه، الراوتر مثلا لو انا عامل راوتنج وانا ستاك. اتمنى ان الموضوع يكون ايه، اتفهم. بالمناسبه يا جماعه، في بعض المهندسين بيصمم الفي لانز او بيسيجمنت الاجهزه بالفي لانز بكذا طريقه. يعني في منهم مثلا يقول لك لا ده الايفونز دي احطها في لان، و السيرفرز في لان، والكاميرات، الكاميرات المراقبه في لان، البرنترز في لان. في بعض الناس وانا منهم على فكره، ان انا كل قسم احطه في لان. يعني مثلا قسم الاي تي، يعني في اي مبنى يا جماعه الاقسام بتكون موزعه على الادوار، ده في يعني في اغلب المؤسسات، ان القسم الاولاني او الدور الاولاني مثلا ده بتاع الحسابات، الدور الثاني ده بتاع كذا، الدور الثالث ده بتاع كذا. فبالتالي
انا ممكن مثلا كل دور احط فيه سويتش، اوكي، اخلي مثلا في الدور ده هم دول قسم ايه، يقولوا لي ده قسم الحسابات. طيب اوكي، كلام جميل. فانا قسم الحسابات او قسم المبيعات، فانا السويتش ده مثلا هيعتبر عندي ده فيلان 4 اللي هو قسم المبيعات، اللي في الدور الثاني او في الدور الثالث. الدور الثاني ده ايه؟ ده الاي تي. طيب خلاص، يبقى انا عندي هحط فيلان 10 او فيلان 2 هنا، زي ما انا قصادي هحط فيلان 2 ده خصصهم للدور اي تي. يعني اي بورت طالع على جهاز موجود في قسم الاي تي هدخل البورت ده في فيلان 2، وكذلك برضو في الفيلان 3 اللي هي بتاعت الاتش ار. او ممكن الدور لو في 3 اقسام، والثلاث اقسام دول موزعين على 3 ادوار، يعني مش موزعين، يعني كل دور في اي تي واتش ار وسيلز، فبالتالي السويتش ده والسويتش ده والسويتش ده هيشيلوا 3 فيلان في نفس الوقت كده، صح ولا لا؟ هيشيلوا 3 فيلان في نفس الوقت. وبالتالي لو انا عندي بي سي هنا في الاي تي اللي في الدور الاولاني عايز يروح للبي سي اللي موجود في الدور الثالث، يقدر يروح له مباشره، يدخل الباكت هنا، والباكت هوب بتقوم طالعه هنا من الترانك، والترانك يفرودها لفوق هنا، تمام. لكن لو الجهاز ده عايز يروح لجهاز موجود في السيل اللي في الدور الثالث، هيقوم طالع من السويتش، والسويتش هوب مطلع على السويتش ده، والسويتش ده طلع للراوتر، وبعدين الراوتر هيقوم مطلع الباكت الجهاز ده، يعني هيقوم مطلعها للسويتش مره تانية، ويقوم يردها للسويتش ده، وبعدين السويتش ده يطلعها للايه، للبي سي ده. بس كده، فدي بعض الايه يعني الابلكيشنز في فيلان. بعض الناس تقسم الاقسام، كل قسم موجود في فيلان، او تقسم اللايك تايب سيجمنتيشن، تعمل حاجه اسمها لايك تايب سيجمنتيشن، ان انا كل اجهزه الاي بي فونز موجوده في ايه، او الاي بي فونز موجوده في فيلان، السيرفرز موجوده في فيلان، كاميرات المراقبه في فيلان، وهكذا. طيب، كلام جميل جدا. بعض استخدامات لا، ده مش الترانك دلوقتي، مش هنخش الترانك دلوقتي. بعض استخدامات ده بقى ايه، الجزئيه الاخيره في الابلكيشنز بتاعت الفيلان، ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها اليونيفايد نتورك عندي، تمام. تخيل كده، تخيل ان انا ده مبنى، اوكي، وده مبنى، والتلات مباني دول كل مبنى فيهم سويتش، والسويتش هنا في اي بي، في وايرلس اكسس بوينت، اكسس بوينت وايرلس، ده اكسس بوينت وايرلس، اها. والتلات مباني دول انا موصل ما بين السويتشات الموجوده في البيلدينج 1 وبيلدينج 2 وبيلدينج 3، انا موصلهم مثلا بكابل فايبر ما بين الايه المباني دي. فبالتالي حته ان انا احط البورت ده والبورت ده، تمام، والبورت ده في نفس الفيلان، هي فيلان 10 مثلا، هتضمن لي ايه؟ هتضمن لي ان انت لو انت ماشي مثلا، افرض انت راجل بتنتقل التلات مباني دول جنب بعض يا جماعه، يعني افترض ان هم جنب بعض جغرافيا، فانت مثلا معاك اي بي فون وايرلس. في على فكره في اجهزه اي بي فون من سيسكو بتشبه الموبايلات كده، وانت قاعد مثلا بتتكلم مكالمه، فانت داخل على الاكسس بوينت دي، تمام كده، كلام جميل. اثناء انتقالك، اثناء انتقالك، فانت بتفصل من الاكسس بوينت دي، وهوب اوتوماتيك بتتصل بالاكسس بوينت دي، تمام، اوتوماتيكلي في النو سكند، فانت مش هتحس بانقطاع في المكالمه. ليه؟ لان الاي بي اللي هيبقى واخده الاي بي فون بتاعك هو هيكون نفس الاي بي هنا على اتصاله هنا، او هو نفس الاي بي على اتصاله في الاكسس بوينت دي، لان هما موجودين في نفس الفيلان اللي هي فيلان 10، يعني هما موجودين في نفس الايه، في نفس البرودكاست دومين، يعني موجودين في نفس السب نت، صح ولا لا؟ اما اذا كان ده موجود في فيلان مثلا 10، وده موجود في فيلان 20، وده موجود في فيلان 30، يعني انت لازم يحصل تغيير في الاي بي بتاعك في انتقالك، لان انت هنا هتاخد اي بي من سبنت ماسك بتاعت 10، وبعدين هتاخد هنا اي بي من النتورك اي بي بتاعت فيلان 20، وهنا هتاخد اي بي من النتورك اي بي بتاعت فيلان 30، فالاي بي بتاعك هيعمل له تشينج، هيحصل له تشينج، فبالتالي هيحصل انقطاع في المكالمه بتاعتك، بالتالي الموضوع ده بيكون صعب جدا. ده فبالتالي ابلكيشن مهمه جدا للفيلان، اللي هي اليونيفايد نتورك، اليونيفايد نتورك وايرلس، ان انا بطبق الجزئية دي في السيناريو اللي قصادكم ده، تمام. كلام جميل قوي. السيرفر فيرتشواليزيشن، ايه بقى السيرفر فيرتشواليزيشن ده؟ بمنتهى البساطة يا جماعة، اقدر دلوقتي السويتش ده مثلا واصل على سيرفر، السيرفر امكانياته تبقى كالمعتاد كبيرة، تمام. يعني مثلا السيرفر اللي عندي مثلا في الشركة ده الرامة بتاعته 64 جيجا، اوكي، لو انت عندك سيرفر رامات 64 جيجا وحطيت عليه ويندوز سيرفر 2012 شغال عليه بقى، انت عمال منزل عليه ابلكيشنز والكلام ده كله، فالماكسيمم مثلا بتاع السيرفر هنا كرام مثلا 64، فانت اقصى يعني ايه اليوتيلايزيشن بتاعك، تمام، بير تايم طبعا
تمام، اليوتيلايزيشن بتاعك بير تايم هنا ايه قليل، انت في مسافه جامده يعني اعلى يوتيلايز انت وصلت له مثلا هنا ايه 10 جيجا بت، لكن انت ما بين ال 10 وبين ال 64 في 54 جيجا رام انت مش بتستفاد بيهم، تمام. فبالتالي انا بشرح دلوقتي فيرتشواليزيشن، اوكي. فبالتالي الفيرتشواليزيشن يقول لك ايه، ان انا ممكن الاوبريتنج سيستم الموجود ده ممكن احط فيه مالتيبل فوقيه مالتيبل اوبريتنج سيستم، اوكي. وده في الشركات مفيد جدا، ان انا ممكن اعمل اوبريتنج سيستم يخدم على بتوع الاكاونتنج، واوبريتنج سيستم يخدم على بتوع الاي تي، و يعني بكاريت ايه كاري بكاريت لوجيك سيرفرز، واوبريتنج سيستم يخدم على بتوع السيلز، اوكي. طب كلام جميل. فبالتالي انا عملت سيجمنتيشن بقى، ده مثلا بتوع الاي تي، ومن 10 لحد مثلا 20 دول بتوع الايه السيلز، بتوع السيلز عمالين يستخدموا في الايه في اليوتيلايزيشن بتاعهم اهو، تمام. وبرده مثلا من اول ايه بتوع الاكاونتنج مثلا من اول 20 ل 30، يعني ده بالرام يا جماعه، العمود ده الكولوم ده بالرام، تمام. يعني انا اديتهم مثلا هنا 10 جيجا وهنا 10 جيجا، وهنا برضو بتوع الايه الاكاونتنج برضو حققت اليوتيلايزيشن بتاعي اهو. يعني انا من الاخر قدرت بالفيرتشواليزيشن ان انا احقق اقصى استفاده من الايه من السيرفر بتاعي، من الهاردوير كومبوننت او الهاردوير بلاتفورم بتاعت السيرفر بتاعتي بواسطه الفيرتشواليزيشن. طيب كلام جميل قوي. بالتالي طب كل اوبريتنج سيستم من دول مش محتاج ادخله في الفيلان بتاعته؟ يعني اذ كنت انا عامل فيلان 10، تمام، فيلان 10 ومخصصها لبتوع الاي تي، فاكيد الاوبريتنج سيستم ده اللي على السيرفر ده انا برضو عايز ادخله في فيلان 10، صح ولا لا؟ واكيد لو انا عامل فيلان 20 ومخليها لبتوع الاكاونتنج بتوع الحسابات، اكيد الاوبريتنج سيستم ده هديله اي بي في نطاق النتورك اي بي بتاع فيلان 20. وكذلك بتوع السيل برضه، لو انا عامل فيلان 30 هنا السيلز، فاكيد برضه الاوبريتنج سيستم اللي على السيرفر ده عايز اديله اي بي في نطاق النتورك اي بي بتاع فيلان 30، اوكي. طب ده كلام جميل جدا، هعمل ده ازاي؟ الموضوع ده سهل جدا، الموضوع سهل جدا، بس اللينك المفترض يا جماعه في الديزاينات الاولانيه، اللينك اللي طالع البي سي، طالما انا عايز ادخل البي سي ده على فيلان 10، فكنت بروح للبورت ده وبقول ان البورت ده اكسس. ليه اكسس؟ لان هو هيخش على فيلان 10 بس، يعني هو هيأكسس على فيلان واحده، لكن البورت لو هيأكسس على اكتر من فيلان، يعني البورت ده اكيد هيستلم داتا جايه مثلا واحده من فيلان 10، واحده من فيلان 20، واحده من ايه من فيلان 30، صح ولا لا؟ فبالتالي ايه تعريف البورت اللي بيشيل اكتر من فيلان؟ فاكيد البورت ده هعمله ايه؟ هعمله كترانك، تمام. طيب كلام جميل جدا، دي بعض الايه الملحوظات. تعالوا بقى نتكلم عن الايه الترانك. بصوا يا جماعه، انا هفترض ان انا عندي ده سويتش مثلا 1050، السويتش ده في فيلان 100 اهو، تعالوا كده نعمل ايه زوم، ده فيلان 100 وده فيلان 20. فبالتالي الاجهزه اللي واصله بالازرق دي موجوده في فيلان 100، واصله بالاحمر ده موجوده في فيلان 20، والكلام ده كله. طيب كلام جميل قوي. البورت اللي بيوصل ما بين السويتشز ده الترنك، اللي بيشيل اللي هنا هيشيل لي فيلان ايه، هيشيل لي فيلان 100 وهيشيل لي فيلان ايه 200، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل جدا. الترنك يا جماعه، الترنك بيشتغل بتو بروتوكولز، يعني ببروتوكول من اتنين، اي اس ال وده سيسكو بروبرايتري، اختصار لانتر سويتشنج لينك، تمام كده، انتر سويتشنج لينك او انتر سويتش لينك حاجه زي كده يعني، تمام. طيب وده سيسكو بروبرايتري، يعني اتس فروم سيسكو باي سيسكو فور سيسكو، يعني ما ينفعش تطبقه ما بين سويتش سيسكو وسويتش اتش بي مثلا، تمام. طيب وفي بروتوكول اللي هو 802.1 كيو، ده اي تريبل اي ستاندرد، اي تريبل اي ستاندرد يعني اوبن وايد، ينفع تعمله ما بين اي سويتش والتاني، اذ كانوا سيسكو اذ كانوا نون سيسكو، او اذ كان واحد سيسكو والتاني نون سيسكو، اوكي. الافضل بالنسبه لهم ايه؟ انا مش هقول لك الافضل، اللي بيتطبق على طول هو 802.1 كيو، اوكي. طيب كلام جميل، ليه يا باشمهندس ليه؟ طيب كلام جميل، تعالوا بقى نتكلم ال 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 البروتوكول يا جماعه. تعالوا بس نعدل الايه الزوم. الترنك يا شباب اهو، لو انا عندي سويتش هنا، ايه اللي حصل هنا ولا ايه؟ نجيب كده السويتش بس كده، تمام، تمام، نصغر بس الاريز. طيب بصوا يا شباب، انا دلوقتي عندي تاتا هتطلع من الناحيه دي وهتروح للناحيه دي، يعني هتطلع من ترنك وتخش في ترنك، فالداتا دي اكيد جايه من بورت،
طب البورت ده السويتش اول ما يستلم او الترنك اول ما يستلم بيقول هو انت يا داتا جايه من انهي بورت؟ تقول له انا جاي مثلا من بورت ايثرنت 0 سلاش 1. فالترنك بيقوم باصص في جدول الفيلانز، هو ايثرنت 0 سلاش 1 ده موجود في انهي فيلان؟ هيقول مثلا ده موجود في فيلان 20. بيقوم الترنك لو شغال بال 802 دوت 1 كيو، فالتاج يا جماعه عباره التاج اللي بتحط السايز بتاعه 4 بايت، تمام؟ من ال 4 بايت دول في 3 بيتس، 3 بيتس بيعبروا عن البرايورتي، تمام كده؟ وفي 12 بيت مخصصين للفيلان اي دي، الفيلان اي دي اللي هو رقم الفيلان. انا عندي فيلان 20 هنا، ف 20 هنا تمثل الاي دي، تمام؟ يعني فالترنك بيحط في التاج مثلا بتاعته 20 بس بالباينري سيستم، بالباينري سيستم. طيب كلام جميل قوي. اقدر اعمل كام فيلان؟ يعني انا بناء على ان الترنك بيشيل 12 بت للفيلان اي دي، يعني اقدر اكريت 2 اس 12، يعني بكام؟ يعني 4096، صح ولا لا؟ يعني اقدر اكريت فيلانز من واحد او من زيرو الى حد كام؟ الى حد 4095. ولكن الرينج بتاعك، الرينج بتاعك، ودي بقى موضحه في بعض الدوكيومنتس، من 2 تقدر تكريت او تاد او تضيف او تريموف فيلانز من 2 لحد 1000 1001، تمام؟ ومن 1006 لحد 4095، لان فيلان واحد، لان خلي بالكم يا جماعه باي ديفولت كل البورتس الموجوده على السويتش باي ديفولت من قبل ما تكريت فيلانز ولا بتاع، في فيلان واحد عندك دي مرمي عليها كل البورتس الموجوده على السويتش، بالتالي انت يعتبر عندك فيزيكال لان، اوكي؟ ففيلان واحد دي موجوده عندك، ما تقدرش تضيفها، ما تقدرش اقصد تغير اسمها، او ما تقدرش، يعني انت الفيلان ممكن تدي لها اسم ما ينفعش تغير اسمها، او ما ينفعش تديها اسم، ما ينفعش تعمل لها ريموف، ما ينفعش. فانت بالتالي تقدر تضيف فيلانز وتحدد الاسامي بتاعتها وتظبط الايه الدنيا بتاعتها من اول 2 ل 1001، من 1006 لحد 4095، تمام؟ كلام جميل. وعندي 3 بت في البرايورتي، البرايورتي اللي هي تحدد اولويه مرور الفيلان او باكت الفيلان جوه ايه لينك الترنك. الاي اس ال، طب الترنك ده التاج بتاعه 4 بايت، عيب الاي اس ال ان هو التاج بتاعه 26 بايت، كبير قوي، تمام؟ فممكن يخلق لي جاينتس في الباكت. يا جاينتس يعني ايه؟ يعني الباكت حجمها يكون كبير بالنسبه للسويتش، فالسويتش يعملها ديسكارد ما يعديهاش، تمام؟ دي الايه القصه. طيب اخر حاجه، تعالوا اديكوا بقى ايه توبولوجي قبل بقى ما نختم المحاضره بحل التشالنجنج تيست. اها ده هب، تمام؟ ده سويتش، وعندي هنا البوينت دي رايحه على فيلان 10، يعني يعتبر بي سي يعني، والبوينت دي رايحه على فيلان 20، والبوينت دي رايحه على فيلان 10، والبوينت دي رايحه على فيلان 20. وانا عندي هنا تو بوينتس، البوينت يا جماعه حيث انها بي سي او سيرفر اي اند نود، يعني عندي هنا بوينت فيلان، لا مش بوينت بقى على فيلان ولا بتاع، ده انا اللي هسالكم بقى يا جماعه البوينتس دي اصلا داخله في اني فيلان؟ البوينتس دي او الجهازين اللي هنا دول داخلين في فيلان كام؟ هو انا قلت لك بناء على ان البوينت دي داخله في فيلان 10 ان اللينك البورت ده بورت اكسس دخلته على فيلان 10، فاصبح الجهاز اللي واصل على البورت ده داخل في فيلان 10. طيب كلام جميل. طب ده هب يا جماعه، ده هب، يعني انا البورت دي اصلا انكونفيجرد، تمام؟ فده تعريف بقى الايه النيتف، النيتف فيلان. انا هقول لكم النيتف فيلان ظهر ليه، تعالوا نتكلم في المشكله. ان الراجل ده جاي بعد باكت، فالباكت دي هتدخل في الهب، الهب هيطلعها هنا وهنا. تعالوا نتكلم هنا، الباكت هتروح للترنك، الترنك متعود لو استلم باكت يبص على ايه؟ على 802.1 كيو تاج، صح ولا لا؟ ده لازم الباكت تيجي للترنك بتاج بفيلان تاج، يعني هي جايه من فيلان كام. لكن في السيناريو ده مش هيجي النيتف فيلان، ان انا بروح ادخل كونفيجريشن على الترنك هنا، ونفس لازم الكونفيجريشن برضو تكون على نفس الترنك ايدنتيكال، يعني لازم اللي هنا هو اللي هنا. بقول للترنك ان النيتف فيلان بتاعتك هي فيلان مثلا 999، يعني ايه؟ يعني بقول للترنك لو انت استلمت باكت ان تاجد مش عليها تاج، تمام؟ اعتبر التاج ال 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 الباكت دي موجوده جايه من بورت موجود فيلان 999 مثلا، يعني تمام. طيب كلام جميل، ده تعريف النيتف فيلان، ده تعريف الايه، ده تعريف النيتف فيلان.
فأتمنى إن القصة دي ما تكونش إيه يعني القصة دي ما تكونش ملخبطاكو، لأن الناتيف فيلان ككونسبت بيلخبط ناس كتير جدا، ولكن هو ده تعريف الفيلان، الناتيف فيلان بمنتهى الإيه؟ منتهى البساطة. الناتيف فيلان طبعا فادني في حاجات كتير جدا، يعني فادني مثلا بال حاجة إن أنا مثلا عندي سويتش مثلا طالع بسويتش حلو، طب السويتش ده من السويتش ده لو أنا جيت عملت التلنت من السويتش ده على السويتش ده، هو السويتش ده هيطلع من فيلان كام؟ هيطلع من النيتف فيلان. باي ديفولت يا جماعه النيتف فيلان هو فيلان 1، يعني انا عملت ترانكات وعملت اكسس والاكسس بورتس دي دخلتها الفيلان بتاعتها وظبطت الدنيا وعملت راوتنج اون ستيك والقصه دي كلها، فالمفترض الترانكات باي ديفولت عليها نيتف فيلان 1، يعني السويتش ده ما يحب يتلنت على السويتش ده هيتلنت وكانه طالع من فيلان 1 كلاير 2 ادريسنج، ده في حاله ان السويتش واخد اي بي فيلان 1 تمام، ده باي ديفولت الايه قصه الايه الناتيف فيلان. طيب النيتف فيلان برضو يعني لو انت هتعمل نيتف فيلان فانت النيتف فيلان بتعمله على التو ترانكس، لازم يكونوا، ما ينفعش ده مثلا تقوله واحد وده اتنين حلو، يعني ما ينفعش مثلا تقول ده النيتف فيلان بتاعك واحد وده اتنين، ليه؟ لان انا مثلا انا عندي تعالى من هنا مثلا جهاز طالع ما من يعني موصل باكت من لبورت، والبورت ده غير معلوم هو داخل في انهي فيلان، هو المفترض البورت يكون داخل مثلا هعتبر البورت داخل في فيلان 1 باي ديفولت تمام كده، طب فالترانك هيقول ايه؟ طيب كلام جميل، البورت ده جاي من فيلان 1 اللي هو النيتف فيلان، بس هيقص الاستيكر تمام، يعني هو هيحط ان الباكت دي جايه من فيلان 1 بس هيقص الاستيكر وهيودي الاستيكر ده الناحيه التانيه، ليه؟ لان فيلان 1 متعرفه هنا كنيتف، فالبورت ده اما يجي يستلم هيقول ايه ده؟ ده انا استلمت باكت انتاجت، وانا عندي كونفيجريشن اللي بتقول لي لو انا استلمت باكت انتجت خلي حط عليها فيلان 2 تمام كده، فهيقوم حاطط الباكت ويعتبر ان هي ايه جايه من فيلان 2، فهيقوم باصص مثلا على اي جهاز فيلان 2 تمام ويقوم مفرود الايه الباكت عليه، طبعا الكلام ده مش هيحصل، الباكت كده اصلا هيكون انريشبل، لان الجهاز ده لو في فيلان 1 والجهاز ده في فيلان 2 يعني هيكونوا في تو سبنتس مختلفين، فانت بالتالي راعي اياك تقع في خطا الناتيف فيلان ميس ماتش تمام. استخدام اخر للناتيف فيلان السي دي بي، ايه هي رسائل السي دي بي؟ هي باكتس بتبعتها السويتشات كل فتره زمنيه معينه عشان عن طريق السي دي بي، يعني الراجل ده يجي يبعت سي دي بي باكت للسويتش ده فيقدر بالسي دي بي يعرف ان السويتش ده مثلا ده الاي او اس بتاعه كام، الاي بي بتاعه كام، النوع بتاع السويتش والكلام ده كله، وبالتالي نفس الكلام ده برضه يبعت سي دي بي وكده. طب السي دي بي اصلا بيطلع منين؟ السويتش بيطلع سي دي بي وكان هذه الباكت طالعه من النيتف فيلان اللي انا مثلا عندي باي ديفولت فيلان 1، ممكن تغيرها طبعا، ممكن تغير النيتف فيلان. طيب في حاجه تاني، استخدام اخر برضه للنيتف فيلان مهمه جدا، دي بقى اخر حاجه هنقولها كده في المحاضره قبل ما نخش على تشالنج تيست. بصوا يا شباب، اي عده تليفون اي بي فون بيكون فيها تو بورتس تمام، بورت بيروح من عده التليفون على السويتش وبورت بيروح من عده التليفون على الجهاز الكمبيوتر، يعني انت كموظف ليك جهاز كمبيوتر وليك اي بي فون، فالاي بي فون بيبقى بيكون فيه تو بورتس، بورت بيروح من الاي بي فون على السويتش وبورت بيروح من الاي بي فون على الايه البي سي، يعني بيعتبر كبريدج يعني تمام. طب كلام جميل، لو الاي فون داخل او الاي بي فون داخل في فيلان 10 والبي سي بتاعك داخل في فيلان 20 تمام، فانا بالتالي اكيد طالما البورت ده اللي على السويتش اللي واصل للاي فون وفي نفس الوقت يعني واصل للاي فون دايركت واصل ل او دايركتلي واصل للبي سي اندايركتلي، يعني اكيد البورت ده هيوصل له داتا جايه من فيلان 10 او داتا جايه من ايه من فيلان 20 صح ولا لا؟ يعني اكيد البورت ده ما ينفعش اكسس، لازم البورت ده يكون ترانك، طالما هيشيل اكتر من فيلان لازم يكون ايه ترانك. طيب كلام جميل جدا، طب الاي بي فون لما يجي يبعت داتا حلو ثرو الاي بي بتاعه وثرو الريجستريشن بيكون عارف هو موجود في فيلان كام، يعني الاي بي فون بيفهم لغه الفيلانس، يعني هيبعت الداتا من عنده تاجد اوريدي يعني هيبعت الداتا تاجد، فبالتالي الترانك لما يجي يستلم يقول ايه ده، ده انت جاي من فيلان 10 اوكي تمام حلو، ولكن البي سي ما بيفهمش لغه الفيلانس، البي سي ما بيفهمش لغه الفيلانس، والا اصلا ما كناش هنحتاج قصه الناتيف فيلان تمام، فالبي سي ما يجي يبعت الداتا هيجي يبعتها للايه
للايه للاي بي فون، والاي بي فون يفرده للسويتش، وانا اروح على الترنك واقول له يا ترنك النيتف فيلان بتاعتك هي فيلان ايه 20، يعني يا ترنك لو استلمت باكت انتاجد اعتبر الباكت دي واقعه في فيلان 20، فبالتالي اقدر هنا استخدام اخر برضو للايه للنيتف فيلان، تمام؟ وده هتواجهه بنسبه كبيره جدا 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 في سوق العمل، لان ده اسلوب توصيل الاي بي فونز المثالي واللي انا شخصيا بحب اعتمد عليه. ده طبعا الناتيف فيلان بينها ذا ميجر كونسبت اوف ناتيف فيلان. دلوقتي انت عندك بي سي اي بيبعت، فالسويتش ده قال لك ايه؟ قال لك بي سي اي از اتاتشد تو ناتيف فيلان سو اي دونت نيد تو اد ا فيلان اي دي تو اتس فريمز. وبعدين بعت الفريم من غير ايه؟ من غير فيلان، يعني من غير تاج فيلان تاج، لانه بيقول لك ان هو واقع في ناتيف فيلان. السويتش ده انا اسف بقى، لا السويتش ده استلم بيقول ايه؟ اي ريسيفد an untagged frame so I believe it's belong to the native VLAN. هو مثلا native VLAN 1 ومثلا ده مثلا native VLAN 1 برضو، اعتبر يعني كده by default. اوكي طيب تعالوا بقى ايه نحل ال challenge test. اول سؤال بيقول لك ايه؟ a switch is configured with all ports assigned to VLAN 2. كل الports دخلت في VLAN 2 بتاعت السويتش، انا يعتبر كاني عندي فيزيكال برودكاست دومين، لان انا كده ما عنديش اكتر من برودكاست دومين، لان كل البورتس بتاعت السويتش دخلت في لان 2. طيب بيقول لك ان اديشن البورتس اول بورتس ار كونفيجرد اس فول دوبلكس فاست ايثرنت، يعني الراجل دخل على دخل تحت كل انترفيس وعمل ايه دوبلكس فول. بيقول لك واتس ذا افكت اوف ادينج سويتش بورتس to a new VLAN on the switch. يعني لو انا دخلت ports من الports يعني مثلا عندي 20 24 port دخلتهم في VLAN 2، ايه اللي هيحصل لو بعض الports من دول حطيتهم في VLAN تانية؟ بيقول لك the additions will create more collision domain. هل في more collision domain هيحصل معايا؟ الاجابه لا، لان collision domain هيفضل ثابت، عدد collision domain هيفضل ثابت اللي هو عدد الports بتاعت السويتش. طيب بيقول لك an additional broadcast domain will be created. اكيد an additional broadcast domain will be created، لان انا هكايد فيلان كمان، فانا عندي فيلان 2 مثلا وفيلان 3، يعني كده عندي 2 broadcast domains. بيقول لك which two link protocols are used to carry multiple VLANs over a single link. ايه two link protocol اللي بيشيلوا اكتر من فيلان؟ الترنك يا جماعه 802.1Q والايه والISL. Which IEEE standard protocol IEEE standard protocol is initiated as a result of successful DTP. DTP ده اختصار لدايناميك ترانكينج بروتوكول، ان انا ممكن يا جماعه طالما انا عندي سويتشين واصلين ب ثرو ترانك بورتس، انا ممكن اروح لكل بورت من دول واقول لده انت ترانك 802.1Q، واقول للراجل ده انت ترانك 802.1Q. ممكن اعمل ده اوكي، او ممكن اسيت ده دي تي بي يعني دايناميكلي، تمام، واخلي الراجل ده ترانك 802.1Q، فهينيجوتييت مع البورت ده ويجبر البورت ده ان هو يبقى 802.1Q. فهنا فرق ما بين الدايناميك ديزايربل الدايناميك او الدايناميك والدي تي بي. البورت الدايناميك يعني البورت يا هيست نفسه كاكسس او ترانك، طيب ده الدايناميك. طب لو دي تي بي يعني البورت هيست نفسه كترانك اوريدي، ولكن هو هنا هيختار بقى هل هيبقى اي اس ال ولا 802.1Q. طيب السويتشات بتاعت سيسكو بتميل ان هي تكون اي اس ال، ده وانت ما حددتش بعضها طبعا بينقل نفسه 802.1Q، يعني ده ممكن اصلا تخلي الاثنين اصلا يشتغلوا دي تي بي، مش واحد بس والتاني لا، يعني انت ممكن تخلي الاثنين يشتغلوا دي تي بي واشتغلوا 802.1Q، بس الاغلب بيست الاثنين بيست نفسهم كاي اس ال، تمام؟ يعني تاني لو انا وصلت البورتين دول اوريدي هيقلبوا نفسهم ترانك، وهنا هيبداوا يعملوا نيجوشيت مع بعض هل ايه 802.1Q ولا اي اس ال. الاغلب بيكون اي اس ال، و بس بعض الحالات ممكن تلاقي ان هم قلبوا نفسهم 802.1Q، تمام؟ ده ال دي تي بي. او ممكن تقلب واحد تخليه ستاتيكلي 802.1Q، فاكيد الناحيه الثانيه هيكون 802.1Q، وانا ما افضلش انك تعتمد على الدي تي بي. اعمل الناحيه دي 802.1Q وترانك، واعمل الناحيه دي 802.1Q وترانك. طيب كلام جميل. بيقول لك which triple اي تريبل ستاندرد بروتوكول از انيشيتد از ا ريزلت اوف سكسسفول دي تي بي كومبليشن ان ا سويتش اوفر فاست ايثرنت. يعني لو حصل دي تي بي نيجوشيشن، ايه الاي تريبل اي ستاندرد او الستاندرد بروتوكول اللي هيشتغلوا عليه؟ اكيد 802.1Q. Which the statement about VLAN operation on a switch catalyst the switch is true.
ولا باكيت از ريسيفد فروم ان 802.1 كيو ترانك ذا في لان اي دي كان بي ديترمند فروم ذا سورس ماك تيبل. لا، لان ما بيقدرش يحدد الفي لان ده، الفي لان دي او الباكيت دي جايه من في لان كام ثرو سورس ماك. لا، طب بيقول لك ان unknown unicast frames are retransmitted only to the port that belong to the same VLAN. هي الإجابة دي هي الصح، لأن فعلا ال unicast frames بيحصل لها retransmission للبورتس اللي belong to the same VLAN. انتوا عارفين يا جماعة ايه هي ال unknown unicast frame؟ ال unknown unicast frame، ال unknown unicast frame هي الفريمز اللي الديستنيشن ماك ادرس عليها غير محدد، وبالتالي السويتش لما يجي يستلم الانون فريم ده، التعريف الانون يونيكاست فريم، هو مش برودكاست ولكن هو الماك ادرس اصلا مش محدد عنده، تمام، از نوت فاوند يعني. فبالتالي السويتش بيقوم واخد الفريم دي ويقوم مطلعها من كل البورتس، يقوم مطلعها من ايه، كل البورتس الموجوده نفس الفيلان. يعني اكيد الفريم دي السويتش بيكون عارف هي جايه من فيلان كام، لكن هو مش عارف هي عايزه تروح لاني فيلان بالظبط، لاني فيلان بالظبط. طيب، كلام جميل جدا. فيهم طبعا مطلعها من كل البورتس اللي ايه اللي في نفس كل البورتس اللي في نفس الفيلان اللي جايه منها الفريم دي. بيقول لك which two benefits are provided by creating VLANs. اكيد بيقول لك choose two. security added security will provide the segmentation. طيب what are three benefits of implementing VLANs. عايز ثلاث اختيارات للVLANs. طبعا يا جماعة خلي بالكو ان الVLANs هي تطبيق، او من الاخر كده انا بعمل logical groups مش physical groups، حيث ان الجروب هو اللان، تمام كده، يعني بعمل logical lans مش physical lans، ده الVLANs. اوكي، بيقول لك هنا a more efficient use of bandwidth can be achieved allowing many physical groups to use the same network infrastructure. لا، طيب broadcast storms can mitigated by decreasing the number of broadcast domain thus increasing their size. يعني هو هل منطقي ان انا لو قللت عدد البروكاست دومين البروكاست ستورم هتقف او هتقل؟ اكيد لا. A higher level of network security can be reached by separating sensitive data traffic from other network traffic. اكيد، تمام، ده ان انا بفصل الداتا اللي جايه من فيلان 10 من بورت فيلان 10 بورت فيلان 10 او عن الداتا اللي جايه من بورت فيلان 20 بورت فيلان 20 وهكذا. بيقول لك port based VLANs increase switch port to use efficient trunks to 802.1Q. لا لا، ده مش trunks، ده thanks to 802.1Q. لا، ده مش معايا. بيقول لك a more efficient use of bandwidth can be achieved allowing more logical networks to use the same network infrastructure. ايوه ده معايا. broadcast storms can be mitigated by increasing the number of broadcast domain مش decreasing. اكيد ده معايا. بيقول لك assuming the default switch configuration which VLAN range can be added modified and removed on a Cisco switch 2 to 1001. which of the following are benefits of VLAN. اكيد مش بيعمل increase collision domain. they allow logical grouping fuses by function. ايوه ده معايا. they can enhance network security. ايوه. increase the size of broadcast domain. لا، مش بي increase the size of broadcast domain، مفترض انا بقلل. increase the number of broadcast domain اكيد. while decreasing the size of broadcast domain. ايوه ده معايا. بيقول لك what the function of command switch port trunknet VLAN 999. ان انا لو جيت تحت البورت وعملت switch port trunknet VLAN 999، بيقول لك هنا it designates VLAN 999 port untagged traffic. ايوه، يعني هو بيعرف ان ال untagged traffic دي هيلزق فيها ستيكر او التاج بتاع VLAN 999. ايوه ده معايا. which two of these are characteristics of the 802.1Q. it modifies that 802.3 frame header and thus requires that FCS peer computed. ايوه ده معايا. ال 802.3 ده يا جماعه الايثرنت ستاندرد، يعني ده الشجره بتاعت الايثرنت اللي تحتها تحتها شويه بروتوكولات بتعرف الداتا او بتعرف الفيزيكال ميديا بتاعت الداتا في اللان،
تمام. It's used exclusively for tagging VLAN frames and doesn't address network convergence following switched network topology changes. لا. It's a layer 2 messages messaging protocol which maintains VLAN configuration across networks. لا برضو. ده المفترض الـ VDB مش الـ trunk. It's a trunking protocol capable of carrying untagged frames. أيوة. وهنا بيقول لك it includes an 8 bit field which specifies a priority of frame. لا الـ priority 3 bit field مش 8 bit field. Why will a switch never learn a broadcast address? لأن broadcast address أصلا عمرها ما بيكون محطوطة في source MAC. تمام. Broadcast frame are never sent to switches or broadcast addresses use an incorrect format for the switching table. لا broadcast address will never be the source address of a frame. أيوة ده معايا. يعتبر كده أنا خلصت كده الإيه الإكزام. في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن concepts ال VLANs وال advantages بتاعت ال VLANs, ال access control, ال subnetting, ال quality of servers, واتكلمنا عن ال trunking, واتكلمنا عن ال native VLAN, واتكلمنا برضو عن ال two protocols اللي بيستغل عليهم ال trunk, اما 802.1q او ال ISL, وحلينا ال challenging test. انا يعتبر خلصت. اتمنى ان تكون المحاضرة عجبتكم, واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.